ما يمكنش اي واحد يقسموا هادشي بحال شي باستيلي وهاتريفتنا. واحد العام جيت وشدوا على كراج، دونك كتفتح الباب ديال الكراج وكتجبر لاجور بخار ديكت. خاصة ضربني بواحد السعار، خفت على ديك النهار، خفت بزاف على راسي، خفت وكنقول خصني نوقف. هادي طريقة عمومية، كنطلب لو ريسبونسابل او ريسبونسابل والي يوقف هادشي. ما كنفهمش، ما يمكنش هادشي يبقى هيدا. السلام عليكم، انا حميدة تاشفين، خلقت في بروكسل وعشت مع العشاء كامله ديالي في بروكسل. هذه هنايا الدار الوالده دي باوي ما شراوها في هذه 50 عام. كنا كنجيو هنايا كل عام في الصيف. عزيزه كانت ساكنه هنايا، دار هنايا في حافه، كنا عوض حافه نساحت أسار الملك هنايا، غير سد غنم هنايا، غايتو هذيك دار ديالنا. كنا دونك كاينه جوج د طرقان، كاينه طريق روي حافه اللي كتدين اهوات حافه، وكاينه واحد الطريق هنايا غير سد غنم. كنا كندخلو بطوموبيل هنا في الطريق، وكنعملو طوموبيل هنايا في الرياض. دابا با مات في 2011، كنا كل عام كنجيو في الصيف، وكل صيف مي كنجي كنجبر في ديك غرسة في ديك الطريق، كنجبر ديك شي كتسبني بوتيت ا بوتيت. سنة وصلنا دابا طريق كاملة مجدودة، كاينة واحد مطعم تبنى كامل كيجي سن الدار ديالي. مي مشيت نشكي عند القايد، شنو نقول لك، نخال كيقول لي كاينه دعوه، الناس كيتشكاو، كيتدي واحد نيميرو دو دوسيي، وما مطعم بنا فوق طريق الدوله، داو طريق كامله مطعم والجيران كاملين كاينه تصاور، غتشوف لو بلون كاداست، تحس بيان سور دار محفوظه. اللي مهم، واحد العام جيت وشدوا على كراج، دونك كتفتح الباب ديال الكراج وكتجبر لاجور بخار ديك. حنا غنوري لك، حنا يلا غنوري لك التصاور. عملتو شكايات، مشيتو درتو مع المسؤولين، شنو كيقولوا لكم؟ انا في الاول في 2015 مشيت نشوف القايد، في ديك الساعه شفت القايد قال لي يا حنا غنشوفو، غنسرد مقدم كيجي ما كيعمل حتى حاجه. وديك الشيء انا كنت كنجي فاكونس، ما كنتش كتابع ديك دوسي بالحق، مي كنت كنجي كل فاكونس كنجي كنشوف ديك الشيء كيزيد. دابا هادي 3 سنين ولا عامين، شفت دابا طلعوا بغاو يزيد يطلعوا، كيعملوا تراسه دوزيام ايطاج، فوالا. وما نعرف كا دوزيام ايطاج بالحق، كنشوف كيعملوا جليج بلدي وديك الشيء، دونك فهمت غيعملوا تراسه. مي مشيت على القايد قال لي لا غيعملوا، كيعملوا ديك شلال الماء حيت الماء كيسال. دابا ناس كيعملوا جليج بلدي اللي انا ما قدرتش نعملوا في الدار ديالي، وما كيعملوا لا تراسه زعما باش الماء ما يدخلش. هادي جوج د السيمانات جبرتهم عاود كيبنيو. حنايا مي كيبنيو كنعيطو للقادم، شنو كيجاوبني؟ كيعملو ايتونشيتي، الما كيسيل عندهم، غيعملو رزفت. اوكي فوالا. شفت ما كيعملوش زفت، كيعملو فورما غليطة ولا جور. عيطو، هبت عند قايد، قلت له ما كانش قايد عاد، قايد جديد هيجي، كان قايد
انتريمير شاف لي بلون قال لي هادشي ما يمكنش عيط مقدم قال له مشي دابا وافخد ما هادشي ما يمكنش ولا طلب رخصه قال لي كون هنيا ديكشي غيوقف جينا هنيا بان كنتسناو انا ارتحت كنت انا مقدم قدم ما كيجيش رجعنا عند قايد ما كاينه والو انا كيطلع لي الزعف كنتعصب كنقول دابا قايد ما كيجيش حتى حاجه ما كتوصل كنشبر مترقه وكنبغي نهرس الحيط الكراج علاش كنعملها حس عارفه مي كنهرس ديك الحيط كيوقفوا دونك انا بديت كان هرس ديك الحيط ناس كيتعصبوا كيغاوتوا كيزبلوا فوالا وقالوا لي في ديك ساعه اسيم ولا ما نوقف هاد مرض بصح ما وقفوش العيمان اخرين وقفوا بهاد العام ما وقفوش ولا ما نوقفوا غنطلعوا تراسه دابا ديكشي دونك وحنا شافوا دابا سمح لي كاينه بزاف دونك غنطلعوا تراسه بلا 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 انا شفت ما وقفوش رجعت عند قايد قال لي تالي نمره ديالو التليفون قال لي ديكشي غيوقف دابا وانا غنجي معاك تما في مطعم شنو عملت انا كنت انا قايد كنشوف ناس كي طلعوا السلعه بزاف ديال السلعه كاميون رموا في الطريق كاينه كلشي تصاور عندي اللي كنقول كلشي هي صح كنت انا قايد شبات ديك السلوم وطلعت كنت انا قايد وكنبغي كنوقف ديك الخدمه وما كي طلعوا وكنت انا ديك قايد شنو نقول لك جيرونت دو ماتام بغات تعبتني يانا ما بغيتش نهبط كنسنى القايد حيت القايد قال لي ماجي وتينا كتعرف كنشوف بناي كي طلعوا السخره وكبداو وافسلوم وتسلوم ولا ما طلعوا هاد السخره ما غتطلعش غنتسنى بايد سنه ديكشي كامل كنقول لهم تيقول لي رخصة ديالكم دبني حيت انا عارفة مي كنت كنصلح هنايا طلبوا لي رخصة تيقول لي رخصة ونخليكم تعملوا اللي بغيتو انا خصني رخصة والو بداو يطلعوا الرمل وكي طلعوا ماشي 10 ولا ينا كونتيتي كبيرة ينا شفت ديك الرمل ينا ما قدر ما نعمل حتى حاجة قايد خلاني بوحدي ينا شنو بغيت بديت نعمل كنشبر فيديو كلشي عندي كنشبر الرمل وكنري كنسيب ديك الرمل بالصعر كنشوف راسي انا بوحدي كتفهم وينا تما وكيطلعوا الرمل والسلعه هيدا السلعه كيطلعوا ينا لاجور ديالي مقدم دواء فهمتي ينا كنبكي بالصعر وكنسيب ديك الرمل كنسيب ديك الرمل في اي متاع بوت في ديك التراسه كنقول بصح مش التراسه ماشي ديالي بحق في حقيقه ماشي ديالهم في حقيقه طريق الدوله ديك المره طلعت ديك المره طلعت ها فيديو شبرت بدات تضربني الشلال اللي كانوا ديك بناي الشلال اللي كانوا ديك بناي والناس دي حوما اللي هما جاز هما اللي طلعوا ديك السلعه حيت كنت بكفر عليهم الشلال اللي كانوا تما مره شو خاصها تضربني بواحد السعر خفت على ديك النهار خفت بزاف على راسي خفت وكنقول خصني نوقف كنقول ينا جيت دابا نسكن في المغرب في الدار ديالنا كنت جالسه تما في تراسه كنشوف الدار ديالنا تما كنقول شنو جيت نعمل هنايا دابا انا كنخمم فيها كنخمم ديك قايد قال لي انا ماجي وكل شيء كيقول لي هبط من تما ما بتيناش في الحق ديالك كل شيء كيقول لي هبط من تما ماشي حق ديالك من ديك النهار بديت كان مشيت جو سي بلو مشيت لولايه مشيت عند باشا مشيت عند الكواغوت وعاد بديت نفهم ديك طريق دي الشكايه ايتترا دونك بون سا سي لي ديتاي دو ديكشي دابا في وصلت دابا يوما مي وصلت لولايه كنعمر شكايه كنطلب نشوف الوالي وصلت عند رئيس دو التعمير رئيس تعمير الراجل هيدا شاف دوسي قال لي هادشي خصو يتريب ما يمكنش بواحد سي امبوسيبل قال لي مشي ترتاح كون هانيه ربي معاك صافي هادشي غيتريب سيمانه اللي باجا دونك دابا انا شنو كنطلب هادي الطريقه عموميه كنطلب le responsable ou responsable Wally, il y a fait ça.
ما كنفهمش ما يمكنش هادشي يبقى هيدا. حنايا قدام اثار الملك ان سيت هيستوريك هادشي خصو يتفتح فحال الطريق اللي كاينه تما على 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 حجره. حنايا في السنتر دو طنجي ما يمكنش اي واحد يقسمو هادشي فحال شي باستيلي وهاتريفتينا هادي طريق الانسان كامل اللي هنايا في هاد طنجه واي واحد اللي كيجي هنايا في المغرب كل واحد يقدر يجوز في هاد الطريق هادي. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.